السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يوسف الشبراوي، والنهارده فيديو جديد ان شاء الله باذن الله هنستعرض فيه اخر الشغل اللي وصل لنا. مبدئيا قبل ما نبدا الفيديو، ما تنساش تضغط تحت على زر اللايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول. واللي ما يعرفش قناتنا، احنا بيبقى تركيزنا اكتر على الشاشات الاستيراد او المونيتورز، بنتكلم فيها في حاجات كتيره، شرح مفيد جدا في مواصفاتها او في حاجات عنها، وبرده في قسم تاني بنراجع فيه موديل معين من الشاشات او بنراجع شاشه معينه في الاستيراد بتبقى منتشره جدا عشان اللي بيبقى حابب يشتريها. وفي الجزء الثالث بتاعنا بنستعرض الشغل اللي بيجي لنا احنا وبنقول مواصفاته عشان اللي حابب يشتري الشاشه من عندنا. طبعا اللي متابعين عارف ان لو حد حابب يشتري اي شاشه من خلالنا بيظهر لك رقم على الواتساب، كل عليك انك بتتواصل معانا بتقول لي انا محتاج الكتالوج او كلمه كتالوج، بيبعت لك كتالوج فيه صور الشاشات كلها، تحتها اسعارها، المداخل بتاعتها، الموديل بتاعها وكل بياناتها عشان اللي حابب برده يشوف بعد كده. وبرضو بنحاول نسهل عليكم، هسيب لك في الوصف تحت او في اول كومنت رابط هتدوس عليه هيفتح لك الكتالوج على طول غير ما تبعت لي على الواتساب او اي حاجه. وبرضو اللي محتاج اي استفسار او اي حاجه زي ما بنقول دايما يبعت لي على الواتساب ومفيش اي مشكله ان شاء الله. طيب خلينا نبدا ان شاء الله. مبدئيا المقاسات اللي جات لنا من 22 بوصه وفي 23 وفي 24 وفي 27 بوصه. تمام، ال 22 بوصه عندنا الفيو سونيك دي ال اي دي جايه بريزولوشن فول اتش دي 1920 في 1080. الابعاد بتاعت الشاشه هي 16 على 9، والشاشه بيبقى فيها سماعات داخليه ومداخل يو اس بي. البانل بتاع الشاشه هنا هو بانل تي ان. طيب ندخل على ال 23 بوصه. هو انا ما بنوعش بس في موديلات ال 22 عشان اللي بيحتاج شاشه 22 ما بيبقاش بقى محتاجها ولا جرافيك ولا مونتاج، اللي بيبقى محتاج الحاجات دي بيحتاج مقاسات كبيره. ال 22 بس بواحد عايز شاشه تقضي الغرض، فبيحاول اجيب شاشه مثلا تكون فيها سماعات داخليه ضغطها والوانها كويسين وتمشي الحال معانا. ما بجيبش 22 كتير وما بقتش اجيب 19 و17 عشان خلاص ما بقاش عليهم طلب زي الاول، فاحنا بنشوف الحاجه اللي السوق بيطلبها وبحاول اوفرها دايما. طيب ندخل على 23، في منها موديلات كتيره. اول حاجه الاتش بي زد ديسبلاي موجود من ناحيتين، تمام، دي اللي عايزها يعني قربت تخلص. عندنا برده في كام حته من الاتش بي الاي 231 اي، ودي اي بي اس بريزولوشن فول اتش دي 1920 في 1080، والمداخل بتاعتها فيجا وتي في اي وديسبلاي بورد. الشاشه الاتش بي زد ديسبلاي هي نفس الهيكل من بره من الاتش بي الاي 231 اي، لكن الزد ديسبلاي بتبقى اغلى من الهلايت ديسبلاي ب 50 جنيه، ده في العموم يعني في اي مقاس بتبقى الزد ديسبلاي اغلى من الهلايت ديسبلاي. بعد كده ندخل على الديل البي 2314 اتش، دي محبوبه قوي عند الناس عشان خاطر السمك بتاعها سليم والرفيع جدا. الشاشه هنا بتيجي برده بريزولوشن فول اتش دي، اي بي اس برده البانل بتاعها، بتيجي اضاءه ال اي دي الريزولوشن فول اتش دي 1920 في 1080، والمداخل بتاعت الشاشه دي فيجا ودي في اي وديسبلاي بورت ويو اس بي 2. هي الاتش بي الايلايت ديسبلاي والاتش بي زد ديسبلاي والديل البي 23 هم كلهم نفس المداخل فيجا ودي في اي وديسبلاي بورد. كده ندخل على الشاشه اللي بعدها، دي اتش بي ال في 2311. الشاشه دي 23 بوصه ال اي دي الترا سليم. طبعا هي كل الشاشات الترا سليم، سواء الديل سواء الاتش بي اللي احنا جبناها، بس دي الحافه بتاعتها رفيعه جدا. بس البانل بتاع الشاشه دي هو بانل تي ان. الشاشه دي بتيجي بريزولوشن فول اتش دي 1920 في 1080 بابعاد 16 على 9. قاعده الشاشه بتبقى قاعده ثابته، بتركب فيها كده من تحت. ده منظر الشاشه النهائي. الشاشه دي بقى تنفع لواحد بيلعب عليها، واحد حابب يشغلها تلفزيون. موديل حديث من شركه اتش بي، شاشه محترمه جدا، الوانها نقدر نقول انها متوسطه، مش زي طبعا البانلات الاي بي اس. بانلات الاي بي اس معروفه ان الوانها افضل من الشاشات البانلات التي ان. عندنا من موديل الاتش بي اللي هي ليد الالترا سليم العاديه والديل الالترا سليم اللي هي الاي بي اس، في منها كميه برده عشان لو حد محتاج كميه من حاجه. بالنسبه للاسعار برده عشان نفسي بعرف، احنا قلنا بتبعت لنا على الكتالوج وبيجي لك الاسعار، لكن انا بتكلم في نقطه الاسعار. الاسعار للاسف رفعت تاني، وللاسف الموضوع يعني لو فضل في حاله كده معينه هيروح في 60 داهيه الاسعار، لان الجمارك والمطارات موقفه اصلا الشغل، يعني مفيش دلوقتي شغل بيدخل. فالمستوردين اصلا وصلوا معظمهم يعني لدرجه ان هو مش راضي يطلع شغل، يعني مش حكايه ان هو مش عايز يطلع شغل والسعر غالي، هو مش راضي يطلع شغل اصلا، يعني مستني السوق مثلا ما بيشوف الدنيا هيعمل ايه، مفيش حاجه تانية هتدخل، فيحرق بقى الاسعار ويبيع، يرفع الاسعار في السقف والكلام ده كله. فانك تلاقي اصلا حد دلوقتي بيديك شغل حتى لو سعره غالي انت مش لاقي اصلا. فالموضوع لو فضل على الحال دي والدنيا فضلت واقفه كده، احنا بقى لنا دلوقتي 6 ايام مفيش اي شغل بيدخل.
فالوضع هيروح في للاسف في 60 داهيه للاسف، يعني بقولها كده، لكن في كل حاجه مش في الشاشات بس، في الاجهزه وفي اللابات وفي الاكسسوارات الاستيراد، كل حاجه لو فضل الموضوع مقفول ومفيش حاجه بتدخل للاسف الموضوع هيروح لنطاق مش لطيف خالص. وعندنا برضو في ال 23 بوصه في الديل البي 23 12 اتش، ودي بتختلف عن الديل البي 23 14 اللي هي الاي بي اس، دي تي ان بقى، دي ال اي دي تي ان، عامله زي الاتش بي كده، حاجه الترا سليم لكن جايه بانل تي ان مش اي بي اس. تمام كده، خلاص كده احنا خلصنا مقاس ال 23 بوصه، هندخل على مقاس ال 24 بوصه، وان شاء الله باذن الله في شويه حاجات كده كويسه. مبدئيا كده في حاجات انا قلتها في فيديوهات قبل كده زي الايثر اللي فيها اتش دي ام اي اللي هي التردد بتاعها بتجيب لحد 90 هرتز، دي فاضل منها حوالي اربع حتت وتخلص. وعندنا برده الاسوس اللي فيها اتش دي ام اي 2 ملي سكند، خلاص قربت تخلص برده، فاضل حاجات بسيطه انا بس عشان قلتهم كذا مره قبل كده مش هقعد اعيدهم تاني. الديل ال 24 ليد الاي بي اس اللي هي بكاميرا ومايك، فاضل حتتين منها برده لو حد محتاجهم. بس خلينا ندخل في الحاجات اللي فيه منها كميات وفي منها شغل. ندخل بقى في مقاس ال 24 بوصه واللي فيه حاجات كتيره كويسه جدا. معظم ال 24 اصلا اللي جايه لنا هي ليد اي بي اس بقى، موديلات عاليه جدا. الاواعد طبعا عشان شاشات الناس اللي بتشوفها من غير اواعد باكد تاني الاواعد بتاعتها موجوده، لكن بس الوقت بتاعنا ما بيبقاش سامح بس ان احنا نركب كل الشاشات في الاواعد، فاللي بنقدر نركبها بنركبها واللي ما بنقدرش بيبقى ليها قاعده، يعني بنعرف الناس هي دي الشاشه دي بقاعده مش بنبيعها من غير قاعده. تمام، اول حاجه هنبدا بيها هي الاتش بي الاي 241 اي، شاشه غنيه عن التعريف جدا، بتيجي بريزولوشن فول اتش دي 1920 في 1200. الشاشه هنا بتيجي باس ار جي بي 90% وفيها ثلاث مداخل فيجا ودي في اي وديسبلاي بورت، شاشه من الشاشات المحترمه جدا، واللي عمل البانل بتاعها شركه سامسونج وشركه ال جي. الشاشه هنا بتيجي بانل اي بي اس بي ال اس، تمام، وشاشه من الشاشات المحترمه جدا. بعد كده ندخل على الموديل اللي بعده، ودي ال اتش بي ال اي 242، دي الجيل الثاني من الشاشه، هي اتعملت ال اي 241 اللي هي اي 24.1، دي الاي 24.2، وبعد كده اتعملت الاي 24.3 ودي اللي هي الفريملس. الاي 24.2 بتختلف عن الاي 24.1 ان هي شالوا مدخل الدي في اي، يعني دي الثانيه فيها فيجا ودي في اي وديسبلاي، لا دي فيها فيجا وديسبلاي بورت واتش دي ام اي، شالوا الدي في اي وحطوا اتش دي ام اي. طبعا الاتش دي ام اي احدث من الدي في اي عشان الشركه طبعا في المداخل طبعا بتحدث بقى المداخل الجديده، نفس الاي بي اس الاس ار جي بي بتاعها، نفس قوه الاضاءه ال اي دي، هو بس الموديل بتاعها احدث، هيكل احدث في الشكل بتاعها، في الهيكل احدث من الشاشه الثانيه، لكن هي انا بتكلم على كقوه الوان او كدرجه الوان هي نفس الشاشه الثانيه. تمام، ندخل بقى بعد كده على وحش من وحوش شركه ديل في شاشات الاي بي اس، وهي فئه الالترا شارب. دايما انا بقعد اتكلم على الاتش بي، اعلى فئه فيها هي الاتش بي في الديسبلاي، كلمت في كتير جدا فيديوهات وفهمت الناس ان في الديسبلاي هي اعلى حاجه في الاتش بي، وبرده قلت ان ده ما يمنعش ان الموديلات الثانيه زي الاي ديسبلاي او الزد ار او اي موديلات ثانيه من شركه اتش بي اي بي اس وحشه، لا احنا بنقول الاعلى تمام الفيد ديسبلاي، تمام، انما الباقيين برضو ممتازين جدا. الديل الترا شارب هي اعلى فئه من فئات الديل، والديل الترا شارب لما بنيجي نقارنها مع الاتش بي فيد ديسبلاي الديل الترا شارب بتكسب، ودايما الاس ار جي بتاع الالترا شارب بيبقى اعلى من الفيد ديسبلاي اللي انا عمال اشكر فيها في الاتش بي، الالترا شارب بيبقى اعلى منه بواحد او 3% كاس ار جي بي. شركه ديل فئه الالترا شارب طبعا هي شغاله لحد دلوقتي، بدات من اليو 24 10 وبعد كده اليو 24 12 اليو 24 13 13 14 15 لحد دلوقتي اعتقد وصلنا ليو 24 19، تمام، دي احدث حاجه نزلت من شركه ديل. فديل معروفه ان الالترا شارب هي اعلى حاجه عندهم، وعلى فكره في بس ناس بتسالني في حاجه دلوقتي، انا بقول دايما مثلا يعني في الديسبلاي اعلى حاجه، الناس مفكره لما انا بقول ان الشاشه اعلى حاجه في نقطه اف ار جي بي بس، او ان الشاشه تسعه يعني مثلا الالترا شارب اعلى حاجه عشان مثلا اف ار جي بي بتاعها مثلا 99% والباقيين 96. الاف ار جي بي دي مش حاجه اصلا بيقيم عليها ان انا اقول دي اعلى من دي عشان كلمه اف ار جي بي او 3% او 2% في الالوان، لكن الفيد ديسبلاي لو احنا بنقارنها كخامه تصنيع كامكانيات جواها كاوبشن بيعملوه جواها، بتلاقي فيها حاجات زياده بتبقى فيها دايما هي والالترا شارب عن الشاشات التانية. انا بتكلم في حاجات تانية كخامات تصنيع، امكانيات في الاوبشن زياده، درجات الوان زياده، اعدادات زياده وهكذا. تمام، طيب الديل يو 24 10 اف اللي معايا دي هي الشاشة الوحيدة اللي الشركة عملت فيها كل المداخل في شاشة واحدة، وقت ما الشركة عملتها كانت عاملة منها ثلاث مقاسات بس،
ال 24 27 وال 30 بوصه، كانوا ساعتها بيعملوا ال 30 بوصه. ال 24 و 27 و 30، ال 24 بفول اتش دي، 27 و 30 كانوا بيجوا بجوده 2K. الاس ار جي بي بتاع ال 24 بوصه هو 100%، مش 99 او 98، لا الاس ار جي بي بتاعها 100%. شاشه محترمه جدا، البانل بتاعها اي بي اس من شركه ال جي. المداخل بتاعتها بقى فيجا 2 دي في اي، فيها ديسبلاي بورد، فيها اتش دي ام اي، حتى فيها الاوديو والفيديو. ده طبعا وقت سنه انتاجها كان مهم وقتها. كمان تقدر توصل لها السماعه الدل بتاعتها اللي هي السماعه الاستراب، بتركب فيها جزء من تحت هنا، كنت شرحت السماعات قبل كده في فيديو بتركب ازاي. السماعه بتركب فيها من تحت من هنا، بتاخد الكهرباء من الشاشه وتتوصل في الشاشه. سماعه صوتها محترم جدا، احسن من اي سماعه داخليه، صوتها عالي جدا. بتبقى عباره عن قطعه مسطره بتركب كده في الطول من تحت، وبيبقى جوه القطعه دي 3 سماعات او 4 حسب الموديل. الديليو 2410F موجود منها كميه كويسه، السعر بتاعها يعني الحمد لله لقيت السعر بتاعها بالسعر القديم، يعني سعرها ممتاز بالنسبه للاسعار بتاعت دلوقتي والاسعار اللي هتيجي. تمام، وان شاء الله في منها كميه للي محتاج. ندخل بعد كده على الديل اليو 2413F، ولازلنا بنكمل في فئه الالترا شارب. اليو 2413 دي من الشاشات المحترمه جدا، انا اول مره اشوف الشاشه دي، يعني اول مره تيجي في ايدي في الاستراد. انا مسكت اليو 2410 واليو 2412 وال15 وال17، ال13 دي ما شفتهاش قبل كده، حتى انا ما شفتها افتكرتها ال12، بس شفت مداخل كده جديده فاتفاجئت. طبعا الشاشه هنا بتيجي بريزولوشن فول اتش دي 1920 في 1200. الاي بي اس بقى نركز في مواصفاته، اس ار جي بي 100%، ادوبي ار جي بي 100%، ان تي اس سي 103%. الادوبي ار جي بي 100% ده رقم كبير، لان الشاشات احنا الاس ار جي بي 100% في معظم الشاشات، او بقول حتى 99، بنلاقي الادوبي ار جي بي 75 79 في السبعينات. الشاشه بقى اللي الادوبي ار جي بي بيضرب عندها الكلمه 100%، بتلاقي كده انا مش عارف اوصف الحاله اللي بتشوفها، لكن بتبقى الشاشه فيها كميه نقاء الوان غير طبيعي، غير طبيعي بالمره. الشاشه دي صراحه يعني ما عنديش منها غير حته، يعني عشان بس ناس الديسكشن ان انا بسوق لها، انا بسوقش الحاجه، انا بقول كل حاجه بكل صراحه. الشاشه دي تحفه، تحفه في الوانها والله. يعني اليو 2413 اف حتى فاجئتني المداخل بتاعتها، لقيت فيها ميني ديسبلاي بورد، فيها ديسبلاي بورد ان، ديسبلاي بورد اوت، وفيها ميني ديسبلاي بورد، وفيها اتش دي ام اي ودي في اي. تمام، الناس برضو اللي بتسال هو لما الشاشه فيها ديسبلاي بورد ان وديسبلاي بورد اوت ايه فائدتهم هنا؟ عشان لو انت هتشغل الشاشه على اكتر من جهازين، تمام، فبتستخدم ساعتها ديسبلاي بورد اوت. تمام، يعني بتوصل من واحد، بتوصل ديسبلاي بورد للشاشه والجهاز التاني. فالشاشه دي الصراحه اليو 2413 اف من الشاشات المحترمه جدا 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 في الوانها. واحد هيقارنها ما بينها وبين اليو 2410 اللي كانت قبلها، طبعا دي تكسب وش يعني عن الثانيه، لكن الثانيه برضو محترمه. بس انا شايف ان هي اليو 2410 هي انها ال سي دي، اي نعم هي جايه اضاءه 450 شمعه وضغطها عالية جدا، لكن برضه في الأول وفي الآخر اسمها ال سي دي. لكن اليو 2410 مش الشاشات المحترمة، فئة الألترا شارب أرشحها لأي حد. لو قدامك ما تقارنش ألترا شارب مع أي حاجة تانية، الألترا شارب دايما بيكسب في الشاشات الأي بي اس. بعد كده ندخل على الديل الـ اي 2417 اتش، شاشة ال اي دي ألترا سليم، حاجة كده موديل حديث طبعا. سنة الإنتاج بتاعتها طبعا حديثة، لكن بتيجي بانل تي ان، ريزولوشن بتاعتها فول اتش دي 1920 في 1080. هو عموما كل الشاشات من اول 23 بوصه لحد 27 كلها ريزولوشن فول اتش دي 1920 في 1200 في 1080 او 1920 في 1200 لو ابعاد الشاشه 16 على 10. فالشاشه هنا بتيجي بريزولوشن فول اتش دي. المداخل بتاعت الشاشه عندنا فيجا وعندنا ديسبلاي بورد بلس، فيها مدخلين. تمام، من الموديلات الحديثه، لو انت حابب تشتري شاشه موديل حديث يكون شكلها برده شيك وكويس جدا. ونيجي بقى لاخر حاجه معانا النهارده ان شاء الله. طبعا هو انا هخلص بال 24 مش هقول 27 عشان قلتها المره اللي فاتت، قلت مواصفاتها هقولها برضو في الاخر على السريع. دي بقى النوفو، دي 24 بوصه، دي ال اي دي اي بي اس ريزولوشن فول اتش دي 1920 في 1200. الابعاد بتاعتها 16 على 10، فيها 3 مداخل، فيجا ودي في اي وديسبلاي بورد. تمام، شاشه برضو من الشاشات المحترمه جدا اللي محتاجها للمونتاج او الجرافيك او كده. البانل بتاعها اي اي بي اس ايكونومي اي بي اس. تمام، وشاشه من الشاشات المحترمه يعني برضو في المونتاج. وقلت برضو في السريع كده نقول 27 دي ال 271 اي، تسلسل ال 241 وال 231 اللي هم مثلا 24 و23 اللي قلناهم منها، ريزولوشن فول اتش دي 1920 في 1080، المداخل فيجا وديفاي وديسبلاي بورد، اس ار جي بي 90% بتاعها، شاشه برضو محترمه جدا في المونتاج والجرافيك والايديت. تمام، ال 27 يعني دي انا عندي اللي انا جبتها المره اللي فاتت، دي اللي كنت جايب منها حتتين، في حته لسه فاضله.
فانا بسال عليها المره دي لقيتها اغلى ب 200 جنيه. انا مش متخيل ان الشاشه واحده، يعني مش متخيل ان مقاس ال 27 يزيد 200 جنيه. فانا تقريبا اخر فيديو كنت عامله من اسبوعين، يعني اخر مره جيت فيها شغل كانت من اسبوعين. فال 27 دي بتضرب سعرها جامد قوي، يعني الصراحه انا مش بفكر اجيبها تاني لان هي سعرها غالي جدا وتكلفتها داخله على الجديد. والله فعلا تكلفتها داخله على الجديد، فربنا يعدي بس الايام دي على خير. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. الفيديو مش هنلاحظ فيه تنوع موديلات كتيرة زي كل مرة، لكن الالترا شارب مثلا فيه منها كمية كبيرة. انا بحب بس اخصص الحاجة كويسة، بحب اجيب منها كمية على بعضها، عشان انا المرة اللي فاتت حصل غلطة ان انا ايه جبت مثلا من موديلات كتيرة جدا بس كل موديل فيه منه 5 أو 6 حتت. من الموديل ده مثلا كنت جايب تقريبا عرضت 16 موديل او حاجه، بس كنت عرض حوالي 13 موديل في ال 24 بوصه، فالناس بتكلمني على موديل معين فبيبقى خلص، فدي عملت لي مشكله. فانا حبيت اجيب موديل كويس واجيب منه كميه عشان بس على ما اعمل الفيديو وناس تشوفه، ان الناس كلها مش بتشوفه في يوم واحد، على ما الناس تبدا تشوفه اللي عايز يفضل تفضل الشاشه موجوده عندي. بس كده لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط تحت على زر اللايك وتشترك في القناه عشان تقدر تتابع كل الشغل اللي بينزل لنا اول باول، وتقدر تشوف الاسعار وتقدر تستفيد بالفيديوهات اللي بنقدمها عن الشاشات. وكان معاكم يوسف الشبراوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.